عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في مجال الحفلات والأعياد، الخط والإملاء. ألاحظ وأكتب. إذن يزداد و هي زي كيفاش داير؟ هي ز والدال كيفاش داير؟ فوق السطر يزداد هكذا. أكمل الأخرى ثم الزمار. ألف لام أ ز رو هكذا. المزمار ألف هو، لام هو، ال هي المي ز ما رو. ثم عندنا يزداد الحماس مع الوقوف ونفخ الزمار في المزمار. هو كذلك يا، لأن الخط مهم بزاف. أنه دائما أطلب منكم أن تقوموا بالكتابة في الدفتر المنزلي أو أي دفتر آخر للتمرن على الكتابة. يزداد من غير أن تكتب في الكتاب، أن تكتب في دفتر آخر وتتمرن على الكتابة، الخط ديالك يكون زوين. يزداد الحماس مع الوقوف ونفخ الزمار في المزمار. سمح لي، ما كانت الصورة غير واضحة، لا أدري لماذا. أتدرب الإملاء هنايا، أملأ الفراغ بالحرف المناسب. الفاء، القاف. يجلس أفراد ولا أقراد؟ إذن أفراد. يجلس أفراد الدقة، الدفة لا الدقة، في حلقة. داء والضاد. إذن يضرب المقدم على البندير. إذن يضرب الدال ولا الضاد؟ ضاد. يضرب المقدم بالدال على البندير بالضاد ولا الدال؟ بالدال. بنديري. تاء ولا الطاء؟ في عاشوراء. يتلقى لا يتلقى الأطفال، الأطفال لا الأطفال. لعبا. سين الشين. نسمع ونردد. نشمع لا نسمع ونردد الأغاني الشعبية لا الشعبية. ثلاث نقط. تذكروا أكتب الفقرة الأخيرة من نص القراءة. نص القراءة الفقرة الأخيرة. ما هي الفقرة الأخيرة؟ نتذكرها. أهلا. يشتد، نبدأ من هذه، اكتبوها. يشتد الحماس مع شدة التوقيع على التعريجة الصغيرة، ثم يزداد مع الوقوف والنفخ في في المزامير النحاسية الطويلة. ما أروع الفنون المغربية التقليدية. هذا اكتبوها كاملة. دونك خلي لكم المجال في تكتبوها انتم. يا لهنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.